ومراسلنا احمد سنجاب. صباح الخير احمد، ما هي تفاصيل الهجوم على الدوريه التابعه للامم المتحده وطبعا ابرز الملفات التي تناولتها الصحف اللبنانيه خلال هذا الاسبوع؟ صباح الخير عليكي وصباح جديد على جميع مشاهدي القاهرة الإخبارية وصباح جديد على زملائي في العواصم العربية. الحقيقة هي حادث العقبية الذي تعرض فيه وحدة من قوة اليونيفيل لهجوم وإطلاق نار وأدى إلى مقتل جندي من الكتيبة الأيرلندية وإصابة 3 آخرين. هو الحدث المسيطر على أغلب الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، وذلك بعد قرار القضاء العسكري بتوجيه الاتهام ل7 أشخاص بإطلاق النار على دورية اليونيفيل، وتم إحالة هذا الملف برمته إلى القضاء المختص. وأعتقد أن هذه القضية من أسرع التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بمثل هذه الحوادث. وصلنا إلى 7 متهمين، منهم متهم موقوف وتم ضبطه، بالإضافة إلى 4 معلومين وفارين و2 آخرين مجهولين حتى الآن. فأعتقد أن هذا التوجيه الاتهام يغلق ملف الملف المبدئي للتحقيقات، ولكن يفتح سجال جديد أمام ضبط وإحضار الهاربين، بالإضافة إلى الوصول إلى العقوبات التي قد تصل إلى 20 عاما حبس لمدة 20 عاما. هذه التحقيقات التي أجريت أمس والتي تم إعلان عنها أمس قُبلت بترحاب شديد جدا من سواء من اليونيفيل أو من القوى السياسية المختلفة، على أمل الوصول إلى الجناة وتقديمهم للمحاكمة وإلحاق العقوبات المناسبة بهم، وخصوصا أن هذه الجريمة تعد الأولى التي يتعرض لها جنود اليونيفيل في منطقة الجنوب بهذا الشكل. وأهم الملفات الأخرى التي تناولتها الصحف اللبنانية؟ تناولت الصحف اللبنانية تنوعت اهتماماتها، ولكن يظل الملف الرئاسي هو المسيطر، حيث تقول صحيفة الجمهورية في عددها الصادر اليوم أن جهود للحسم الرئاسي في الشهر الجاري. تعتقد الصحيفة أن هناك جهودا مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية المختلفة وصولا إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، ربما تكون في الجلسة 11 المقررة الأسبوع المقبل، وربما تكون في جلسات لاحقة، ولكنها ترى أن شهر يناير هو الشهر أو شهر الحسم الرئاسي. وهذه الرؤية التي انفردت بها جريدة الجمهورية، في حين أن الصحف الأخرى الصادرة على مدار الأسبوع تعتقد أن هناك إطالة أمد لفترة الشهور الرئاسي ربما تصل إلى شهر يونيو المقبل. الآمال معقودة على فكرة التوافق الذي يقود إلى حسم ملف الرئاسة وانتخابات وإجراء الاستحقاق الرئاسي فيما يتعلق بانتخاب رئيس جمهورية، ثم إجراء الاستحقاق الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة لبدء عجلة الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد. الجميع يأمل أن يتم في أسرع وقت ممكن، ولكن حتى الآن ما يبدو أن الخلافات لا تزال مسيطرة بين القوى السياسية، ربما تتفاقم أيضا خلال الفترة المقبلة. تتحدث صحيفة النهار عن عودة حذرة للقضاء، لأن هذا تطور هام جدا في الدولة اللبنانية، حيث دعا مجلس القضاء الأعلى جميع القضاء إلى وقف الإضراب أو الاعتكاف عن العمل المستمر من شهر أغسطس الماضي. ووعد المجلس الأعلى للقضاء بالسعي لتحقيق المطالب سواء المادية للقضاء أو المعنوية أو أيضا التجهيزات الخاصة بالمحاكم ومختلف الجهات القضائية في البلاد، ولكن من المرتقب مع بداية الأسبوع المقبل وانتهاء فترة الأجازات في الدولة اللبنانية أن تعود منصة القضاء للعمل مرة أخرى، وأن يعود القضاء للعمل مرة أخرى وإن كان بشكل تدريجي لحين حسم كل الخلافات في هذا الشكل. شكرا لك.